صباح الخير لكل المشاهدين، واهلا وسهلا فيكم. اكيد عم تحضرونا بلبنان، بالعالم العربي وبكل انحاء العالم. بدي اوجه لكم تحيه، وبدي اقول لكم انه كثير مبسوط كمان مره عم اقدم فقره تشامبيونز مع بطل غير عادي. يعني فيكم تقولوا في ابطال هيك وفي ابطال بعد اعلى كمان بالنيفو. كلكم تعرفوا اكيد رومل ثعلب الصحراء، ولكن انا اليوم معي ثعلب الصحراء الحقيقي، ذا ديزرت فوكس. خلوني استقبل انا وياكم بطلنا الكبير علي كدامي. علي كيفك اليوم؟ ماشي الحال الحمد لله. طيب نلحنا لنفهم المشاهدين انت شو بتعمل. انت ديزرت رانر، صح؟ انت بتركض بالصحراء. يعني انا بعرف في ماراثون رانرز، في رانرز، في سبرنترز، في كل هيدا عالم اذا بدك، اللي عالم الركض اللي هو عالم مهم جدا. حضرتك ديزرت رانر، صح؟ انا اللي حاعمله بركي خليني بلش بالموفي، بالروبورتاج اللي محضرين لك للعالم يعرفوا مزبوط شو بتعمل، يشوفوا هالروبورتاج الحلو، بعدين نرجع نحكي عنك وعن انجازاتك وعن كل شيء بتعمله وعن اكيد ليش بلشت هيدي الرياضه. اوكي يلا ليتس جو. Children, I will be there when the future arrives.
علي قديش امبرسيف هذا الفيديو، دائما مزين حالك بول كتير قويه وبالعالم اللبناني. خليني اسالك، انت بلشت من وراء شخص معين، خبرني. ليك بلشت ركض، هلا بلشت سبور من قبل، بس لهيدا المشاريع اللي عملتهم لسبب بنتي. اوكي. حسيت انه كان بدك تفرجيها شيء تاني، بوش يعني تعطيها هوب للحياة، فهيدا السبب اللي بعتني لهيك محلات. يعني ولا أسمى من هالسبب ساريا بنتك، من وجهة تحية، تحية كتير خاصة مني ومن علي ولمدامتك كمان اللي عم بيحضرونا هلا. طيب أنا شايف هون إذا بدك سيكونس، يعني خمس ميداليات وبعدين بين بالفيديو أنت ممبر أوف ذا فور ديزرتس كلوب، هيدا إتس برستيجيوس ليفل وصلت له بعد ما عملت كومبليشن لكل اللي شايفينه. صح. طيب صح. بتركض بالصحراء كم كيلومتر؟ كيف بتحضر حالك؟ قديش صعوبتها؟ كم نهار؟ كل هيدول القصص اكيد انا متشوق اعرفهم والمشاهدين متشوقين يعرفون. ايه هلا هول السباقات 250 كيلومتر على 6 ستيج، بس على 7 ايام لازم ينعملوا. عندك اول 4 ايام هن في 4 ماراثون ورا بعضهم. اوكي. وخامس يوم عندك تقريبا 80 كيلومتر. يعني التكنيكلي عم تركض 6 ماراتونات ورا بعض. 6 ماراتون بجمعة. واو. بأسبوع. واو. إيه تحضيره بده وقت كتير، بده مينيموم 3 أشهر. بدك تقطع فوق ال 100 أو 120 كيلومتر بالأسبوع. وتحضير مش بس فيزيك، تحضير هو مورال. أوكي. تحضير هو بسيكولوجيك، يعني الواحد بده يتقبل إنه يروح يتعذب. عشان بتعيش بمحل بلا مي وبلا كهرباء وبلا شيء، يعني انه عندك خيمه، عندك 4 انين مي وبس. وبأربع انين مي لكل ال لا إيه بس ولا بنهار؟ لا بنهار عندك كل تشيك بوينت. اوكي. اللي هو كل 10 كيلومتر بيعطوك انيني. اوكي. وعندك اغراضك انت بتحملهم بظهرك، يعني تقريبا 10 ل 12 كيلو، اكلك، تيابك، الساك دو كوشاج والقصص هيدي. تحضير لهالشغله يعني بالعيش بعيشتك، يعني بدك توصل لمرحله انه تقول جسمك منه قدران والعقل بيقول لك لا كمل. لا كمل، بتصير بهذا الكونفليكت الكبير. ايه. لانه هذا السباق ريس ذا بلانيت يلي هي مجموعه اذا بدك السباقات، واز نيمد باي تايم ماجازين لسنه 2009 وسنه 2010 از ذا التيميت تيست اوف هيومن اندورنس. يعني عم تحكي انت عن جد، برجع بقول لك انا العالم لما تستوعب انه نحن بنقوم بنحضر حالنا لماراثون، بنركض ماراثون، بناخذ 15 نهار فرصه بعدين بنريح حالنا، بس عم تحكي انت سباق فوق الطاقه. صح. فوق العاده. طب هيدا الشيء شو بيعطيك سنس اوف اتشيفمنت؟ وخاصة انه انت، وانا بقول على الهواء، ما بحسك من الاشخاص الميديا عم تاخد حقك، يعني عالم لبناني دايما معك على كتفك بقلبك، حامله بعراسك فوق راسك وماشي فيه. شو السنس اوف اتشيفمنت؟ ميدالياتك بياخدوا العقل. ايه العالم اللبناني هو واجب. واجب لقلنا كلنا. ايه انا لبناني. بس الهدف هو كان مثل ما قلت لك، كان هدف خاص لبنتي أول والثاني والثالث سبق، وعطاني عطانا نتيجة. ولما كنت عم بعرف على حالي إنه يمكن لقيتها شغلة بيرسونيل، يعني إنه فضلت إنه عيش عيشتي الطبيعية ومنه يمكن بعتبر إنه من ما كان في يعملها هيك بقدرها. عن جد انا باخر يومين كنت معك كونكتد لنحضر للحلقه، ونفسيتك الحلوه انا بقول اترفلكتس الميداليات اللي عندك اياها، يعني اليوم التواضع اللي عندك اياه بركي مش هيك ما بتحب، بس انا بدي اقول لك انه انت يور بيج انسبيريشن. يعني انت العالم بلبنان وبكل العالم لما يشوفوا بطل مثلك بحسوا انه بدهم يكونوا مثلك، بدهم يعيشوا نفس الشيء، بدهم يتحدوا كل شيء بحياتهم بركي عبر الرياضه، وهيدا اسمى شيء بالرياضه، لانه نحن نقطع صعوبات الحياه بعده الطرق، اسمى طريقه انا برايي هي الرياضه. ايه. عرفت؟ فانا بدي ارجع شوي للميداليات، بدي ارجع للصعوبات اللي بتشوفها. ايه. يعني شفت الصور وشفت، وبعدين مش بس ديزرت عم نعني احنا هون. ايه. صحراء رمل. صح. يعني عم نحكي انتاركتيكا كمان قطعت القطب. ايه. الجنوبي. ايه. مزبوط. صح.
سو هون انا بحب احكي شوي عن الاكسبيرينس. ايه هلا بتحب بلش بكل سبق لحاله؟ يلا نحكي عنهم اذا بدك. هلا كل سبق له صعوبات وله. عندك مثل بالصحارى بمصر كله رمل. أوكي. حراره عاليه. اوكي. بيوصل اوقات لل 50 درجه وبالليل سقع كثير. وبالليل دزرت سقع يعني. ايه اتاكاما بتشيلي نسبة عالية كتير ارتفاع عن البحر، يعني عندك 3500 متر وبرشر كتير عالية هون. بتعرف يعني هدول الميداليات عم ببينوا كمان معنا على الهواء. ايه. ميداليات كتير حلوين. أهم شيء قديش يعني قديش فيهم تعب وقديش فيهم عرق وقديش فيهم إذا بدك لجسي. فيهم تعب كتير. هلأ في أنكدوتي صغير في لك عنه بالتمرين. تمرين هلأ واحد بيقول أوكي تمرنت فيزيك ركضت 10-20 كيلو 40 كيلو ما بيكفي، بدك تحضر المورال الماين، يعني بوصل على البيت سيكولوجيكمان ومورالمان. بوصل على البيت بصف السياره، بوصل على الاسانسور، انا ساكن على الثامن، بطلع بالدرج وبطلع بالاسانسور، بطلع الدرج بعد السباق ولا قبل السباق؟ هذا بعد التمرين. اوكي. بعد التمرين بعد ساعتين بعد ثلاث ساعات اوقات بتمرن خمس ست ساعات. وعلى طول عندي الساك بظهري وبطلع جبال ويعني بعمل مسافات كتير طويلة وعلى طول جسمي بيقول لي خلص بيكفي بس الماين بده يكمل. أوكي. هذا اللي بيخليك تداين بهيك سباقات. السبق هو كل يوم توصل بيعطوك خيمة بتنام بترجع بتفكر لتاني يوم شو بدك تعمل. عندك 40 كيلومتر وعندك 50 وعندك 80 وعندك ما تنسى خلال الايام يعني يوم بعد يوم يوم بعد يوم هالبرفورمنس تبعيتنا لانه جسم عم بيتعب عم بتصير اقل. يعني ال 40 كيلومتر اللي عم تعملها كل يوم بتنهار عم تكون مثل كانك عم تعمل دبل افورت لتوصل. فهون انا بتصور هيدي الشغله اتس مايند جيم. وانا بشرفني مثل ما قلت لي انه حضر حالنا لفبروري 2014 بنبلش بركي بالسهاره بايجيبت. هذا انا ممكن انه بالرياضه انا بدي اجرب كل شيء بدي اجرب كل الامور وبحس وبعرف انه بدها كتير تشالنج. خليني أسألك عن البريباريشنز لهالسنة. إيه؟ يعني عملت هدول السباقات أخذت صرت ممبر ومفتخر كتير نحن فيك ممبر أوف ذا فور ديزرتس كلوب. هلأ شو عندك بال 2013 وبال 2014؟ 2013 عندي بدك بماي يعني تقريبا شهرين وشوي عندي السبق اللي هو أطول سبق وأصعب سبق بالعالم. نون تو 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 ذا فيلد يعني 520 كيلومتر. 520 كيلومتر بتسعة أيام. أوكي. نفس البرنسيب يعني عندك أكلك بتاخده معك هن بيعطوك بس ماي ومنطقة بأستراليا بنهار كتير شو بالليل كتير برد وهذا بعد شهرين ثلاثة. تسعة أيام يعني بالطبيعة تسعة أيام أنت بدك تجيب أكلك وبدك تحدد الميل تبعولك على تسعة أيام وحاملوه على ظهرك يعني هدول وزن. صح. هدول أديشنال وزن يعني. يعني عندك بال 15 كيلو تقريبا. 15 كيلو دائما. وتمرينك أكيد أنت بتتمرن لا تتناسب مع. صح. يعني اليوم بتختلف كتير كليا عن الركض لماراثون لحي الله شيء يعني. أكيد ما له علاقة. ما له علاقة. هلا الماراثون بتحضر عندك مسافات بتقطعهم بالأسبوع يعني بالمية فيك تتحضر حتى ل 80 كيلومتر. هيدا السبق بدك تركض 3 ماراثون تقريبا بالاسبوع كتمرين. ايه بالاسبوع 3 ماراثون بدك تركض. واو واو. طيب خلينا نحط هذا الشيء على جنب وهذا سؤال بركي تراديشنال بنساله مين بيدعمك؟ هلا مين رح يدعمك؟ انه هلا انا دعم عم فتش على دعم لهالسنه. بتمنى يكون في حدا عم بيسمعنا حابب يشاركنا. اوكي. مشروع كتير حلو واكيد بدها دعم. وبتصور انا ما بعرف هلا ماني ساركاستك بس بتصور لما تيجي على المطار من حيالها سبق بتلاقي الدوله كلها ناطرتك وعم بيعملوا لك تشيرينج وعم بيعطوك تكريمات مش هيك؟ صح. ولا كيف هيك عم بصير معك؟ مرتي وبنتي. مرتي وبنتك. يعني انا بقول لك اذا فيك تعمل انسبيريشن هالقد اذا انت اثرت فيها هالقد بالشيء اللي عم تعمله انا باكد لك انك بتعمل انسبيريشن لكثير من العالم. ف الاوبجكتيف تبعك انا برايي ان اديشن للفاميلي تبعيتك لازم تكون بكل انا عم بقول لك بكل ثقه انك تكون عم تركز على الانسبيراسيون يلي بتعملها للعالم لانك صدقني انت بطل فوق العاده. ثانك يو. منك بطل وبطل. انا كثير اي واز امبرست بتواضعك وتعلمت كثير منك بهاليومين ثلاثه او يلي اشتغلنا سوا. بشرفنا
نستضيفك معنا، ونحن اكيد رح نضلنا على تواصل كمان نقدر نشوف كل انجازاتك، وانا شخصيا رح اتابعك. لكن مشاهدينا كمان مره بطل فوق العاده اللي عم بيعملوا عليه شيء كثير مشرف للبنان، مشرف لكل واحد فينا، عم بينقل صوره لبنان بابهى حله، ودائما هيك تشامبيونز نحن بنضوي على الشباب اللي عم بيعملوا نتائج وعم بيرفعوا اسمنا كثير بالعالي. انا رح اشوفكم جمعة الجاي بنفس الوقت كمان مره، حتى لو تشامبيونز جت فت ستي فت.